أهلا وسهلا أصدقائي، حياكم في قناتي. شلونكم؟ شو أخباركم؟ عساكم بخير، طمنوني عليكم، إن شاء الله كل أموركم طيبة. الحمد لله أنا بخير وتمام وصحة وعافية ووناسة، ومستانسة بنباتاتي ومستانسة بقناتي. أتمنى لكم الخير والسعادة بأيامكم كلها مع نباتاتكم كلها. اليوم موضوعنا جلد النمر سنسيفيريا، هنشوف. جلد النمر سنسيفيريا معروفة والكل يعرفها، وجميلة وحلوة وسهلة الرعاية والاهتمام على إضاءة البيت، ما عندها أي مشكلة. والسقي لما تنشف التربة أنا أسقيها شهر إي وشهر لا، يعني مرة أصب لها ماي والشهر اللي جاي لا، جي يعني. فحلوة وفيها نمو وفيها كل شيء، وأنا سويت فيها التجذير، وهو اللي طلع الفيديو، وهو اللي طلع طلعوه قناة اليوتيوب، انه هو رشحوه حق انه شلون طريقة التجذير وكذي. فكانت المسألة جدا سهلة والتجذير جدا سهل، وانا جذرت ونقلتهم حق تربة وطلعوا اشياء جميلة. المهم ان الحين نشوف ان هذه هي النبتة الاساس، هذه الورقة الاساسية. شوفوا العيال شلون يطلعون، وايد يقولوا لي ليش لما نجذر يطلع شكل ثاني؟ ما ادري والله، بس ما يمنع كل واحدة شكل، مع ان هما من تحت كلهم واحدة، يعني اطرافك الصفرة ليش صاروا خطوط هني كذي؟ ما ادري. المهم خلينا نشوف بعد، خلينا اوريكم شنو الاشياء الغريبة اللي قاعد تصير بالسنسيفيري جلد النمر. خلينا نشوف بعد. هذه يسمونها زعنفة الحوت او زعنفة القرش، زعنفة المدري شنو. المهم انها زعنفة سمكة، يعني كان حوت كان سمكة. المهم انها هي زعنفة الحوت سنسيفيريا ويلفن. اي ويلفن، خذيتها كذي انا، كانت بهذا الشكل وحطيتها بهذا المج، قلت ياخذ بشكل تاخذ بشكله، وقعدت عندي يا طويلين العمر من قبل كورونا بهذا المج، من قبل كورونا، وتمت ثابتة بمكانها، محل كسر مسويه. اوكي يلا 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 سوي شيء، اعطيني اشارة، اعطيني منو كان تطلع لي هذا. شوف ولدها وتقولوا لي ليش يطلع غير؟ هاي ولدها شابه ابوه. ما ادري. لا والولد طلع ولد. وين هذا بالموضوع؟ وين الحوت؟ وين الزعلفة؟ شوفوا عياله شلون. لا بس حلو هذا اللون، صار جميل. ما ادري، اسئله عايشه ليش يطلع هذا غير؟ شوفوا شوفوا الاختلاف. والحين ليش انها قامت تطلع هذيلا؟ تشوفها قاعدة تميل حق اللون الاصفر، قاعدة احسها ان هي كبرت، ما ادري شو اسوي لها، عيزت تجاعيد، بداية تجاعيد. احط لها كريمات. انا بخليها يعني، ما مو ضارتني بشيء، وبخلي عيالها كذي بهذا الشكل كهم طالعين منها على جنب. رحت اترس الحوض هيجون اشوف شنو هذا بعد. ورقة؟ لا مو ورقة، الغطا مال هذا، الغطا مال هذا، هذا هذا نفس هذا، مو هذا لا يطلع. لا شنو هذا ما شاء الله، ورقة ثانية هذه؟ معقولة كذي؟ لا هم يطلعون كذي. هذا شنو عيل؟ لأن هذا طالع منها، هذا نفس هذا، يعني بقول لكم انه نفس هذا، بس ما ادري شنو هذا والله. تقولوا لي ليش يطلع غير؟ شوفوا شلون غير. زين فهمت عليك، يلا اوكي صورتك وايد. تجذير كاهي الام، تشوفون هالام كاهي الام
هذيلا جذرتهم بماي، طلعوا جذور وطلعوا ورقة جديدة، كان انقلهم حق حوض مسكر فخار ما في فتحات، حطيتهم داخل وغطيتهم بالتربة وصبيت عليهم ماي وخليتهم. هذيلا هم الأساس. شوفوا الجديد. شوفوا القديم، شوفوا الجديد، عشان ليش يطلع شكل ثاني؟ سبحان رب العالمين. شوفوا الجمال، صراحة حلو يعني، أنا مو يعني مو زعلانة، بالعكس عاجبني حلو. شوفوا أصلا هذا قاعد تصير كذي كأنها وردة هذا. لا والله جمال سبحان رب العالمين تبارك الله. الحين أصدقائي تبغوا تشوفون بعد سان سيبيريا، سان سيبيريا مكتوب سان سيبيريا، لا حد يقول لي مو سان سيبيريا، سان سيبيريا يا. وهذا صار لها من زمان عندي ومخليته، سبحان الله كنا ادري بسوي قناة على يوتيوب. المهم ما شلته خليته. شوفوا الأم جميلة صح؟ شوفوا العيال، شوفوا العيال مو مسوين نفس الأم. وخر انت شوي لو سمحت، شوفوا شلون صايرين. شوفوا العيال مو نفس أمهم. زين انت طالعي بالنص، ماكو بالنص، هذا النتفة صغيرونة بالنص، عيالها حواليها مو ماخذين شكلها، بس جميلة حلوة. اوكي ما عندي مشكلة خليك. يقول لك هذا التعليمات مالتها، ما تحب الماي على إضاءة البيت، وانتظم بالسقي يعني شهر إيه وشهر لا، وخليك منتظم، لا تخلي شهرين لا وشهر إيه، يصير هذا ما في انتظام. خلاص إذا أنت بتقول واحد بالشهر وبعدين لا بعدين واحد، يعني شيء يعني شهر واحد نسقي، شهر اثنين لا، شهر ثلاثة نسقي، شهر أربعة لا، خليك منتظمة صديقتي، وراح تشوفين كذي النموات وكل شيء على إضاءة البيت وجميلة جدا. سان سيبيريا جميلة جدا وحلوة وكل شيء، بحوض مسكر وحاطت لها التربة ومغطيتها بهذا الحجر الأبيض، يعني نسوي ديكورات نسوي حركات. يعني يعني احنا منهم، ومنتظمة بالسقي شهر اي شهر لا، شهر اي شهر لا، مجرد اني اصب قليل من الماي انه يغطي، مو شرط انه فول يعني ترست الجلاس لا لا، بس اصب ماي يغطي السطح خلاص، خليها شهر اي شهر لا، شهر اي شهر لا، ونشوف البيبيات ملوتها. تشوفونهم اصدقائي، لا ها كنا يشابهونها والله، ايه بلى يشابهونها ومغبرة. لكن جميلة حلوة من أنواع السنسيبيريا في بيتي، قلت لكم الرعاية والاهتمام على ضوء البيت، على إضاءة البيت، على جو البيت، شنو بعد، والسقي مرة شهر إيه شهر لا، قليل من الماي وبس. أتمنى لكم متابعة ممتعة ويوم سعيد، باي.